اليوم معي ساعة من غوجي دي بي اسمها أوماج، أوماج كونوغراف روز جولد مثل ما هيك شايف. الساعة انعملت ب 1995 اللي هي أول لاين أب لغوجي دي بي، هي من أول الساعات من أول المودلز اللي عملوهم، ومشان هيك اسمها كان أوماج. وأوماج معناتها هي تكريم، عملوها غوجي دي بي تكريم لتقاليد الحرف اليدوية للساعات، معمولة من روز جولد، اللون من جوا تشاركويل هيك شوي كربوني. الفانكشناليتي الوحيده فيها كرونوغراف 30 مينيت كرونوغراف الكرون العادي. الشغله اللي لازم الناس يعرفوها على غوجي دي بي هي انه كل ساعاتهم كلهم نو اكسبشن عندهم الهول مارك اوف جنيفا ستامب. الهول مارك اوف جنيفا ستامب هو سيرتيفيكيشن معموله من 12 كرايتيريا كلهم للحرف للديكوريشن كانت للموفمنت، وهلا ريسنتلي صارت فيها كمان اكثر من 1 كرايتيريا للميكانيكال بيرفورمانس والاكيرسي تبع الساعه. فمثلا حتى الكرونوغراف بيكون تيستد تحت الهول مارك اوف جنيفا ستامب. غوجي دي بي كل شيء معمول ان هاوس، كل الموفمنت ديكوريشن كل شيء معمول ان هاوس عندهم. اوماج كرونوغراف اللي هي من اول الساعات اللي عملوها غوجي دي بي ب 1995. الساعه اللي عندنا اياها اليوم بروز جولد، سايز الكيس 42 مليمتر من ذهب. الفانكشن طبعا كرونوغراف، فينا نشوف الكرونوغراف 30 دقيقة هون وهون 60 سكند. إذا نطلع على الساعة 6 فينا نشوف هون مكتوب بوانسون جنيف، ومثل ما كنا قايلين قبل إنه كل ساعات غوجي دي بي عندهم الهول مارك أوف جنيفا ستامب، وهذا هي الكلمة بالفرنسي بوانسون جنيف. إذا نشغل الكرونوغراف نكبس الزر الفلاني نشوف كيف الكرونوغراف عم يشتغل. نرجع نكبس الزر مرة ثانية والزر اللي تحت ليرجع على الصفر ريست. صار الساعة 171 ألف درهم، وإذا بنقارنها بنفس المستوى في الجيل أوديمار كرونو من أوديمار بيجي، باتاك في 5170 جي كمان كرونوغراف، أو في لانجي 1815 كرونوغراف لانجي أند زوني.